أنا راكي عثمان، صاحبة شركة دور سودانية. كانت في شراكة ذكية بيني وبين موس اللي قامت مهرجان متضو. أصلا أنا شغالة في السودان، عندنا شغالة تنظيم معارض مهرجانات. كانت الفكرة بتاعت المهرجان من إنه نعمل توأمة بين العمل الخيري والمهرجان ذات نفسه في البازارات، نغير المعارض بشكل مختلف وتكون فيها حاجة خدمية، خصوصا بعد الحرب والأوضاع اللي كان مر بها الناس، إنه يعني نقدر نقدم حاجة للوطن بسيطة. فالموضوع ما كان بيزنس قدر إنه هو يكون عمل خير. فالتمويل كان صراحة الشكر كله للمشتركات معانا باشتراكاتهم. وأبسط حاجة إحنا كان بنقدمها لهم التسويق، إنه إحنا نسوق لمنتجاتهم عشان هم يستفيدوا. معانا مشاريع كثيرة بدأت من نقطة الضوء. أول الحمد لله فتحوا محلاتهم واشتغلوا وبدأوا، كانت لهم نقطة حقيقية للبداية. والمتطوع الثاني، الأول كان فيه الدورات التدريبية والورش تحت العمل، كان حاجة فادت الناس كثير. كان فتحنا فيه باب بتاع توظيف للناس. الحاجة الثانية هي بتكرر في حاجة خدمية إضافية. على حمدتو رئيسة منظمة وجروب موفز النسائي. الفكرة احنا في موفز احنا بدينا في جروب نسائي في فيسبوك 2014. الجروب بيضم نخبة من السيدات السودانيات المتعلمات في مختلف المجالات في مختلف دول العالم. فالجروب اصلا كان هو جروب اجتماعي بيناقش قضايا حيوية، قضايا اجتماعية تهم المرأة، يعني جروب خفيف به بعض الدسم، بنتناقش في القضايا برضو السياسية وكيف انه احنا نقدر نحدث اثر كويس يعني في البلد، ونقدر ننقل البلد نمشي بها لقدام. فابتدينا الفكرة بتاعت التبرعات، ان احنا نجمع تبرعات ونقوم نتواصل مع منظمات يعني شغالة اصلا في المجال الانساني والمجال الخيري، مثل منظمات يعني كلنا غيام، صدقات، جرعة امل. فكانت على طول السنين، على طول ال6 سنين موفز يعني نشيطين احنا في بس كمتبرعات يعني كدونرز. 2020 وصلت التبرعات ل$200,000. قدرنا ننشئ مركز العزل في مستشفى ام درمان اثناء الكوفيد. فجات الفكره، طيب انتم ما دام عندكم الاثر الطيب ده، ليه ما موفز ابدا منظمه؟ سجل موفز كمنظمه 2020. فكان شويه البيزنس موديل بتاعنا شغالين به يعني مختلف، انه احنا ما عندنا، احنا بنشتغل زي ما بقولوا بروجكت بيس، على اساس المشاريع اللي بنحاول مثلا اللي بتكون مثلا الكول الحدث اللي بيكون حاصل مثلا، او مثلا المشكله اللي بتكون تحديدا اثناء يعني حاصله في البلد، من فيضانات، من مشاكل، امراض، من كده. فاحنا ما كان عندنا مقار، ما في مصاريف اداريه، بنجمع التبرعات دي. شايفين المهرجان يا اخواننا، الناس الليله مبسوطه حقيقه. فبنشتغل المشاريع. انشأنا برضو اثناء اعتصام نيرتيتي، قررنا انه مساهمتنا ما تكون في دعم الاعتصام، يعني مساهمتنا تكون في حاجه اكثر استدامه لاهل المنطقه. اسسنا قسم النساء والتوليد في مستشفى نيرتيتي، اشتغلنا بعد ذاك شبكه الاكسجين المركزي في مستشفى بشاير. برضو احنا بنؤمن بمبدا الشراكات، يعني زي ما بيقولوا نتعاون لا نتنافس. نشكر راني انه اتاحت الفرصه للدكان انه يكون موجود في المنصه. دكان عباره عن مجتمع سوداني مصغر، فيه كل المنتجات السودانيه بجوده عاليه جدا جدا. في دكان حريصين انه يكون عندنا الجوده والمنتج السوداني، حتى البرزنتيشن بتاعه بشكل كويس جدا. بنستهدف كل المنتجين الموجودين في مصر، ايا كان نوع المنتج بتاعه، اهلا بهم في دكان.